يونت 10 It's home time. الوحدة العاشرة إنه وقت المنزل. Lesson 1 and 2 Look, listen and repeat. I have an armchair in my living room. أنا أملك كرسي بيد في غرفة معيشة. I have a wardrobe. أنا أملك دولاب للملابس. Vocabulary كلمات house منزل house couch كنبة أو أريكة couch TV ودي اختصار لكلمة television TV bed سرير bed picture صورة picture cupboard خزانة أطباق cupboard computer 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 wardrobe خزانة أو دولاب ملابس wardrobe armchair كرسي ذو ذراعين armchair toys ألعاب toys bedroom غرفة النوم bedroom living room غرفة المعيشة living room kitchen مطبخ kitchen reading هنا this is my house هذا منزلي I have An armchair, أنا أملك كرسي ذو ذراعين, a couch and a TV in my living room. وعندي كمان كنبة وتلفزيون في غرفة المعيشة. My bedroom is small, the kitchen is big. أوضة نومي بتكون صغيرة والمطبخ يكون كبير. I like my house, أنا أحب منزلي. أميرة, it's a very nice house, إنه بيت جميل أو لطيف جداً. أميرة This is my bedroom هذه غرفتي I have a bed, a computer and a wardrobe أنا أملك سرير وكمبيوتر ودولاب ملابس There are some toys and books in my bedroom يوجد بعض من الألعاب والكتب في غرفتي هنا It's great هذا رائع Activities أنشطة Read and match اقرأ ووصل Number one, TV, television. Number two, bed, سرير. Number three, picture, صورة. Number four, wardrobe, دولاب ملابس. Number five, living room, غرفة المعيشة. Listen and write the missing letters. استمع وأكتب الحروف الناقصة. Cupboard, دولاب ناقصة PA. Computer, ناقصة CR. Armchair ناقصة AR Read and circle اقرأ وضع دائرة Number 1 Computer نعلم على الأخير نعمل دائرة على الأخيرة Number 2 Couch كنبة أو الوحدة Number 3 House منزل تاني وحدة Number 4 Armchair كرسي أو الواحد Look read and take true هنعمل علامة صح عند الجملة الصحيحة أنا شايفة صورة شايفة صورة فأقول there is a picture هعمل صح عند المربع الثاني this is a bed هذا سرير بعمل صح عند المربع الثاني this is my bedroom هذه غرفة نومي بعمل صح عند المربع الأول there are some toys يوجد بعض الألعاب بعمل صح في المربع الأول الجرامر ده شرحناه قبل كده it's a an اللي هي أدوات النكرة A وN قلنا الـ A بتيجي قبل الحروف الساكنة أما الـ N تيجي قبل الحروف المتحركة It's بسأل يعني بجاوب عن حاجة مفرد It's a bed هذا سرير bed طبعا بتبتدي بحرف ساكن فقلت A bed It's an armchair هذا كرسي بذراعين طبعا هنا أوله حرف متحرك فحطينا an طيب هنا عايز أقول أنا عندي برضو بحط كلمة أولها ساكن بتاخد إيه كلمة أولها متحرك بتاخد إن I have a TV in my living room يعني أنا أملك تلفزيون في غرفة المعيشة I have a bed فهنا برضو حرف ساكن حطينا A I have a bed in my bedroom أنا Activities Look, circle and write شايفة تلفزيون فبختار TV وبكتب I have a TV in my living room أنا أملك تلفزيون في غرفة المعيشة
Number two, this is my. طبعا ده منزل house. بختار house وبكتب house. Number three, the kitchen is. أنا شايفة المطبخ كبير فبختار big. I not a wardrobe. I have بختار have لأن الاي بتتحسب مع الجمع. طيب هنا listen and complete with words from the books. بنستمع وبنكمل بالكلمات اللي موجودة في الصندوق. This is my. عندي صورة أوتونوم فبختار بدروم. I have armchair بتبتدي بأول حرف متحرك اخترنا an. I have a in my living room. شايفة صورة كمبيوتر فبختار كلمة كمبيوتر. Look, read and tick through. هنعمل علامة صح. شايفة كنبة فهختار I have a couch أول واحدة. شايفة كمبيوتر فبقول this is my computer بختار تاني واحدة. Number three ده دولاب أقول it's a wardrobe بختار أول واحدة. عندي منزل أقول I like my house بختار أول واحدة. Look, read and order. هنرتب أول واحدة بنقول the kitchen is small. The kitchen is small المطبخ بيكون صغير. Number two this is my bedroom هذه أوضة نومي. Number three, I have a picture. أنا أملك صورة. Number four, I have a couch in my living room. أنا أملك كنبة في غرفتي. وبكده بخلصنا درس الأول والتاني. الوحدة كبيرة جدا ومليانة كتير فما قدرتش أعملها كلها مرة واحدة. اكتفيت بس بالدرس الأول والتاني. أشوفكم على خير ونكمل الوحدة العشرة إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.